قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ أمس بلغت 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة. أضاف الوزير أن العدوان الإسرائيلي أسفر كذلك عن 1835 جريح. وزارة الصحة صارت مسجلة 558 شهيد، بينهم 50 طفل و94 امرأة، وهذا صراحة بنافي كل الكذب اللي كانوا عم بيقول هالعدو الإسرائيلي إنه هو كان عم يستهدف يعني القوات مقاتلة وكلام آخر. حقيقة يعني للأسف الشديد نحن عم نشوف إنه غالبية العظمى إذا ما كل اللي سقطوا جراء الاعتداءات اللي صارت امبارح هن من العزل الآمنين اللي كانوا في منازلهم. من الجرحى هنالك 1835 جريح، وعدد المستشفيات اللي شاركت باستقبال الجرحى امبارح باعتداءات البارحة كان 54 مستشفى. كذلك الجدير بالذكر انه البارح سقط من بين الشهداء اللي سقطوا هنالك 4 شهداء من المسعفين من كشافة الرسالة، واستهدفت 14 مركبة 14 سيارة اسعاف او اطفائية، وسقط كذلك من الفرق المسعفة او من الاطفائيين 16 جريح، وكذلك استهدف مركز عيناتا الاسعافي ومركز آخر، وبالإضافة اليوم كذلك استهدف مستشفى بنت جبيل الحكومي.